أنا من هذا الألبوم ومن هول الأغاني ومن هذا الوقت اللي ما بنسيه أبداً، يعني كان هو البداية إذا بدك، اللي فيها انتشار كبير وشهرة ونجاح كبير. لا، والفكرة اللي أنت بتقولي يعني ربنا بعت لك في الوقت ده حاجات كتير حلوة، زائد مثلاً إن أنت الألبوم ده كان متقفل وبعدين ربنا بعت لك أغنية أخصمك. ما كانتش في الألبوم عن أخصمك. نحن سكرنا الألبوم وسافرنا على مصر، كان عندي صوت بعد على أغنية واحدة مش أخصمك. نحن وبالستوديو سمعنا أخصمك. يعني ملحن محمد سعد الله يرحمه كمان كان بالستوديو وسمعني، قال لي عايزة أسمعك أغنية، عايزة أسمعكم، كنت أنا وجيجي. سمعنا أخصمك. أول ما بلش أخصمك أسيبك، لا طلعنا هيك إنه نحن سكرنا الألبوم. افتح الألبوم تاني. هو ما يعني على طول من غير تفكير خلصنا الأغنية وسجلتها. رجعت وهي كانت أساس الألبوم، يعني هيدي الغنية اللي أول أغنية تصور الفيديو فيه. ووقتها خلص يعني كان كل شيء عم يزبط، كان كأنه هيك في شيء عم يفتح أبواب قدامنا كبيرة. وطبعا وانت في الاستوديو نزلتي كده قلتي تنزلي جنب الاستوديو، ما عرفتيش تمشي في الشارع بعد الاغنيه دي، صح؟ دي بعد أخصمك. دي بعد الشهره. كان عندي صار نجاح بمصر. وقررت مره انه انزل، بدي اروح على استوديو، عندي اغاني بدي اسمعها، عندي شغل بدي سجل. وانا مفكره انه قلت انا فيني يعني ينفع امشي عادي في الشارع، انه ينفع امشي عادي. هلا ثابت رحنا على الاستوديو، لازم نصف بعيد شوي لانه ما كان في مواقف قدام الاستوديو، وانا ببالي انه العالم تعرفني بشعر كيرلي، انا شعري اساسه ستريت. قلت انا هلا شعري ستريت وهيك حدا رح يعرفني، رح اقدر امشي. صفينا بعيد كثير، بدنا شي 3 دقائق تنوصل على مبنى الاستوديو. حطيت عوينات. هلا انا بطبعي ما بنزعج من الناس، يعني بحب الناس، بتصور مع الناس وقريبة منهم. بس حسيت بوقتها أنه يمكن لو عرفوني يمكن رح نتأخر، يعني رح يصير في دوشة كبيرة بالشارع. فحطيت عوينات وشعر ليس وكده، فكرة أنه ما حدش يعرف وعدت. لما تري بص الشعب المصري لو لبس الخوزة بتاعت الموتوسيكل هيجيبك، يعني هيجيبك. ما قدرتش أمشي فشخة دغري. طب عرفوك منين؟ عملنا عجقة. هلا انا بيتهيأ لي لانه شعري كان ليس، حاطة عوينات، اكيد عرفوني من شفايفي، يعني عرفوني من بقك بس. من شفايفي. فهي كانت. وساعتها بقى شلتي اغنيه من الالبوم وحطيتي دي مكانها؟ لا، ما شلت ولا اغنيه من الالبوم. امال زودت اغنيه كمان؟ انا زودت اخصمك. وهي كانت الاساس. لا، ما بالعكس زودت. ما شلنا شيء.